بدأت فكرة مشروع تحسين مصفات صحار في 2009، وذلك استجابة لعدة أهداف. أولها التغير الذي طرأ على خصائص النفط الخام العماني، مما أدى إلى بعض التحديات في عمليات الإنتاج. ثانيها هو زيادة إنتاج المواد البترولية المستهلكة في السلطنة، مثل غاز الغازولين والديزل. أما ثالثا فهي زيادة إنتاج مادتي النافثة والبروبولين المستهلكة في إنتاج مادتي البوليبروبلين والعطريات في مجمع صحار، وأخيرا إنتاج مادة القار لأول مرة في سلطنة عمان. مشروع توسعة المصفاة في صحار ما في شك وسيساهم في خلق منتجات جديدة تستخدمها المصانع العمانية القائمة حاليا. نبارك لشركة أوربيك الانتهاء من أعمال التوسعة والتحسينات لمصفاة صحار، مما لا شك فيه أن لهذه التوسعة مردود إيجابي في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وفق البرنامج الذي أعدته الشركة للمرحلة القادمة. تقوم شركة أوربيك في الوقت الحالي بتوسعة في الميناء، وهذا لا شك سوف يساعد على تحسين الوضع البيئي في منطقة الميناء. سيخلق فرصة لقيام صناعات صغيرة متوسطة تعتمد على المواد الخام المنتجة في المصفاة بصحار. علما بأن الشركة من الشركات الرائدة في توظيف العمانيين، وأصبحت نسبة التعميم فيها تتجاوز 80% حتى تاريخ. وسوف يساهم أيضا هذا المشروع على تقليل الانبعاثات الحاصلة في بعض الأحيان. إن إنجاز هذا المشروع الوطني لم يتأتى إلا بالرؤية الواضحة والتعاون وحسن التنفيذ، ويطيب لي أن أشكر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس إدارة الشركة وكذلك المجتمع المحلي لدعمهم المشروع منذ خطواته الأولى، كما أشكر كل الشباب بالشركة وشركائنا على العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في حسن التنفيذ، مما أسهم في تحقيق المشروع للأهداف الموضوعة.